فالذي بقى معانا ثريا. ثريا ازيك؟ الو الو ثريا ازيك؟ الحمد لله، ايه الاخبار؟ إيه انت طمنينا عليك، يا اخبارك انت؟ احنا اخبارنا كويسين، مفتقدينك بس طمنينا عليك انت. والله انت كمان وحشتوني جدا، كنت عايزه اكون موجوده معاكم والله في الفاينل، بس ان شاء الله الفاينل اللي جاي لما تكسبوا ان شاء الله اكون معاكم. يا بطل ولا يهمك، وقابلك كتير ناس اتصابوا ورجعوا احسن من الاول، وان شاء الله ترجع احسن من الاول ان شاء الله. وخلي بالك انت يعني ليكي في المكسب ده، يعني روحك مع الفريق وحتى وانت بعيده اكيد يعني فرق في المكسب. والله انا انبسطت جدا كمان ان هم كلموني بعد الماتش، كان نفسي جدا ان انا اكون موجوده معاهم، بس اليوم ده فعلا كان صعب جدا في التاهيل الصبح، كنت بتمرن جامد فما كانش ينفع بالليل خالص اني اجي، بس انا كنت واثقه والله ان هم هيكسبوا، حتى كنت بكلم فريده قبل الماتش على طول وقعدت اقول لها هنكسب وكده، وهي كمان كانت واثقه جدا، وكلمت دينا ونادين كل حد كلمته لوحده يعني، وقلت لهم ان احنا هنكسب، وكنت واثقه يعني. هم دايما احنا متعودين دايما نتحط في المواقف الصعبه دي، وبنبان فعلا في الوقت ده، اول لما ده مش العادي ان احنا نخسر برضه، بس في الماتشات دي بنبان قوي ان احنا لا موجودين وهنكسب ومش هنفرط اي بطوله يعني. طب وليه يا ثريا انت اخبارك ايه؟ بتتمرني؟ بدات مرحله العلاج الطبيعي؟ يعني طمنيني عليك، لان جمهور النادي الاهلي يهمه جدا يعرف حالتك ايه. والله انا بدات اهو تاهيل كده النهارده بالظبط، خلصت اول شهر، فان شاء الله يعني فاضل لي 5 شهور هانت. لا اقل من كده ان شاء الله، اقل من كده، اقل من كده ان شاء الله. يعني لو مشيتي بشكل كويس يعني اقل من كده تكوني في الملعب. طب انت بدات تتخلي عن المركزين خلاص يا ثريا، ولا لسه بتستني يعني بتلجئي لهم في بعض الاوقات؟ يعني هو انا دلوقتي ممكن عادي امشي يعني، عادي بمشي، بس لو انا نزلت او كده لازم ابقى ماسكه المركزين، عشان برضو لو حصل اي حاجه واضطريت ان انا يعني هم بس بيبقوا عشان الاتزان طبعا، عشان ركبتك لسه الاستابيليتي بتاعت الركبه مش مظبوط. صحيح. بدات برضو علاج طبيعي بقالي هو شهر بالظبط، بس عندي ميعاد بقى مع الدكتور يوم السبت ان شاء الله، هو بقى يحدد اذا كنت اكيد العكاز اعمل ايه الفتره اللي جايه، دي اول زياره ليا بعد العمليه يعني مع الدكتور. بتهيألي يا ثريا انت شفتي قد ايه يعني موجات من الحب يعني من جمهور النادي الاهلي، وكان قد ايه يعني حزين على اصابتك؟ احنا طبعا مش اصابه اخر الدنيا يعني، ولكن هم بيحبوا دايما يشوفوكي في احسن حال، فاكيد ده اكيد هون عليك الاصابه يا ثريا. طبعا اكيد طبعا، انا حتى بالنسبه لي كمان اصعب حاجه في الشهر ده كانت هي الوقعه يعني. ما كنتش مصدقه خالص ان انا ممكن مش مصدقه ان ممكن يجيلي رباط صليبي، حتى اول لما عرفت ما كنتش مصدقه، وكنت متضايقه جدا، وكنت طول الوقت كنت بعيط ومش مصدقه، ما كنتش عارفه ايه ابعاد الموضوع، بس لما لقيت الناس بتبعت لي وهم بيتواصلوا معايا على طول على السوشيال ميديا، الموضوع بصراحه كان مؤثر جدا في الاول، بس بعدها يمكن حسسني اكتر ان انا عايزه ارجع وعايزه اكون كويسه، ويمكن عشان كانت تبقى في حاجه هو يعني في الوقت اللي انا لعبت فيه باسكت حصلت ووقعتني وقمت تاني احسن من الاول، فده حطيته قدامي تارجت دايما. برافو. وخلاص من اول ما انا عملت العمليه خلاص مش هفكر بقى في الوقعه ولا العمليه ولا اي حاجه، هفكر ان انا عايز ارجع لفرقتي بسرعه. اكيد يا ثريا، وانت يعني ما وصلتيش اللي وصلتي له ده الا من عزيمه من فولاذ، والاصابه مش هتعطلك ان شاء الله. احنا بنتكلم في مثلا نقول 4 شهور كمان، يعني بنتكلم في 16 اسبوع بيعدوا هوا، يعني ان شاء الله نلاقيكي في الملعب قريب. يعني هوني على نفسك طبعا، اكيد انت كان نفسك تبقى في الملعب، بس انت عندك اراده وهترجعي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ثريا انا بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل وترجعي للفرقه وتنضمي لها. بشكرك شكرا جزيلا.